في أجواء إيمانية وروحانية، نظمت مؤسسة الشروق للإعلام والنشر بالاشتراك مع شركة إيريس حفلاً تكريمياً على شرف نجوم مسابقة مزامير داود لصغار حفظة القرآن الكريم في طبعتها الثانية، بحضور جميع الفاعلين في المسابقة وعائلات البراعم. وكانت الأستاذة راضية، قالت لي أنه حدثنا لها مشكلة في المدرسة اللي تقري فيها، أنه في إقبال كبير على المدرسة فاق طاقة الاستيعاب. فالحمد لله، هذه يعني إذا لم يكن لهذا البرنامج غير هذه النتيجة فهذا يكفيه من إنجاز ومن نجاح إن شاء الله. هذا يكفينا شرفا ويكفينا فخرا أننا بهذا البرنامج استطعنا أن نبين الوجه المشرق لأطفال الجزائر. أطفال الجزائر ليسوا من يتبعون فقط الحوت الأزرق وما شابه، أطفال الجزائر هم يحفظون القرآن الكريم. بلينا كشركة إيريس، شركة إيريس هي شركة جزائرية 100%، وشركة كما يقول لك تخدم الدين وتخدم الوطن حتى النخاع. دونك هذا شرف، وكل الشرف للشركه ولكل الجزائريين اننا يعني في 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 مسابقه كما هذه قدرنا نكرموا هذ الاولاد. بالنسبه للمسابقه، المسابقه هي يعني اولى من نوعها، يعني اول مره نشوف المسابقه بهذا الحجم وبهذا الضخامه وبهذا كيف نقولوا بهذا الدقه من العمل. الحفل تخللته وصلات إنشادية متنوعة، وما زاده بهجة تكريم كل المتنافسين الذين شاركوا في هذه المسابقة. مسابقة مزامير داود لحفظة كتاب الله لصغار الحفظة كان لها صدى كبير لدى المشاهدين وحتى لدى العمال عندنا في الشركة. نشكر كل من ساهم في هذه المسابقة. الرئيس المدير العام لمجمع الشروق السيد علي فضيل أثنى على المجهودات المبذولة في هذه المسابقة، مؤكداً على أن مجمع الشروق سيواصل دائماً تكريم وتشجيع أهل القرآن الكريم. الشروق دائماً تحتضن البراعم الأصيلة ودائماً تحتفي بالقرآن الكريم. هذا الدستور الرباني الذي حمل أمة طيلة أكثر من 14 قرن. الطبعة الثانية من مزامير داود اختتمت لتضرب موعداً العام المقبل لجميع البراعم الذين لم يسعفهم الحظ في المشاركة في هذه الطبعة.